ايه بس دينا، ننتقل معكم اكيد مثل ما تكلمنا في بدايه البرنامج انه راح يكون معنا ضيف مهم وعلم من اعلام الاعلام الكويتي. اكيد طبعا من الاسامي اللي اذا احد قال الاعلام الكويتي من يخطر على بالك على طول الاستاذ ماجد الشطي، ابرز الشخصيات التي فرضت اسمها في مجال الاعلام الكويتي. الاستاذ ماجد الشطي علامه بارزه، كثر له يعني كثر ما نتكلم عنه يعجز اللسان عن وصف هذه الشخصيه وما قدمت هذه الشخصيه للاعلام الكويتي. صعد منصات التكريم مرات عده لرفع اسم دوله الكويت عاليا خفاقا كنموذج لابناء الكويت الاوفياء. نصف قرن من العمل الاعلامي، مدة سطر فيها شيخ المذيعين الإعلامي ماجد الشطي أسسا في المجالين الإذاعي والتلفزيوني، حتى أصبحت مسيرته نهجا تتبعه أجيال متعاقبة رغبة بنيل جزء من التميز الذي ناله الإعلامي ماجد الشطي. وتكاد لا تخلو سنوات عمله من الإنجازات المتتالية، فنال ثمار جهده منذ بداية عهده المهني وحتى وقتنا هذا لا يزال يحصد نتاج مثابرته وإتقانه في العمل. جهد شيخ المذيعين على مدى 5 عقود أسهم بشكل كبير في تطور العمل الإعلامي في دولة الكويت لتتقدم البلاد وتتطور في هذا المجال حتى ما وصلنا إليه في وقتنا الحالي من تميز ملحوظ على مستوى مختلف المؤسسات الإعلامية في المنطقة. جميع يصفق لأبو إبراهيم في هذا التكريم، يعبر عنا جميعا في وزارة الإعلام وليس مجرد في وزارة الإعلام، في الإعلام الكويتي. هذا التاريخ الطويل في العمل الإعلامي، عندما كرم اليوم كرمة الكويت وكرم الإعلام الكويتي. سيرة ذاتية ممتلئة بالنجاح تحتاج لشرح مطول لإعطائها حقها وذكرها بالتفصيل، تبين أهميتها المكانة العالية التي وصل إليها اسم الإعلامي ماجد الشطي في مجال عمله، ويصور أهميتها عدد الأشخاص الذين وضعوا هذا الاسم قدوة لهم لبلوغ قمة هرم النجاح. كما ذكر في التقرير، انا ترى وايد مستمتع عشان كذا نتهاوش، اللي يسبق ياخذ لقاء مع ابو ابراهيم. تفضلي عندك. يعني اكيد نتكلم عن 50 سنة من العطاء الاعلامي اللي كلنا نقدر نشهد له، ونتكلم اليوم بشكل مفصل اكثر مع ضيفنا والسيد ماجد الشطي. ابو ابراهيم يعطيك الف عافيه وشرفتنا اكيد في برنامج العالم هذا الصباح. مشكوره مها، شكرا جزيلا لك وشكرا وتحيه للاخ نجيب، وتحيتي للأخوة المشاهدين أينما كانوا مشاهدين تلفزيون دولة الكويت، وشكرا جزيلا لهذه الدعوة الصباحية معكم احنا في برنامجكم إن شاء الله العالم هذا الصباح. تشرف فيك أبو إبراهيم وتشرف بوجودك ويانا. بداية نود الحديث عن التكريم الأخير وماذا يعني لك هذا التكريم. طبعا يعني هذا التكريم حقيقة وهذه جائزة التي كرمت بها من جامعة الدول العربية هي ليس تكريما لي أنا، وإنما هي تكريم لإعلام الكويت الشامخ، هذا الإعلام الذي شق طريقه بين الإذاعات والتلفزيونات في عالمنا العربي الكبير، في هذه القرية الصغيرة في عبر الكرة الأرضية، حتى وصلنا إلى الحمد لله إلى هذه المكانة اللائقة والمرموقة في عالم الإعلام العربي الشامخ. فهي تكريم لإعلامنا الكويتي بالدرجة الأولى، ثم هي وسام على صدري أنا كماجد، ووسام على كل صدر كل من يعمل في هذا المجال ويخدم بلده ويخدم وطنه ويخدم أمته العربية. الإعلام الصادق، الإعلام الشفاف الذي الكل يطمح له الحقيقة من أعلى قيادة في دولتنا الحبيبة وإلى أصغر مسؤول في مختلف مجالات الدولة، وخاصة المجال الإعلامي اللي هو الواجهة والمرآة الحقيقية لكل مسؤول يعمل في الدولة. فنحن أو أنتم وكلنا مرآة عاكسة لما يدور في هذا العالم وخاصة في بلدنا الحبيب الكويت. فهذا الحقيقة وسام أنا أعتز فيه وأفخر فيه،
والحمد لله أن جاءت هذه الجائزة من أعلى وأكبر مؤسسة في العالم العربي وهي بيت العرب، بيتنا كلنا، بيت جامعة الدول العربية. فهذا شيء أعتز فيه وأفتخر، ويعني ولي الشرف أن أكون أنا الوحيد من الكويت الذي كرم عبر التاريخ الإعلام الكويتي في مقر جامعة الدول العربية. الحركة طبعا تستاهل كل خير. يعني احنا يمكن كمذيعين على شاشة تلفزيون الكويت نطمح حتى لو لبعض من الانجازات اللي ما شاء الله انجزتموها في هذه العقود الخمسة. اذا نتكلم عن رأيكم ابو ابراهيم عن مصطلح الاعلامي الكويتي، الشخص الاعلامي الكويتي او المذيع الكويتي، من شنو هي المؤسسات وشنو المطلوب منه؟ قبل هذا السؤال ما يعني ودي تسألين شنو مواصفاته أو شنو المطلوب من الذي يلتحق في هذا المجال أو هذا. هي على العموم ليست وظيفة للأسف كما يعتقد البعض أن وظيفتك مذيع. لا، أنت رسالتك مذيع، أنت تحمل أمانة، تحمل يعني رسالة ثقيلة ومهمة جدا. أنت التربوي، أنت المعلم، وأنت الموجهة، وأنت القدوة في للمتلقي سواء كان الإذاعة أو التلفزيون. فأنت قدوة في كل شيء يطلب منك المجتمع. فعلى من يلتحق في هذه وحمل هذه الرسالة أن يكون يعني متحليا بصفات عديدة كثيرة، أن يكون مطلعا، قارئا، مثقفا، متعلما، واعيا، لبقا. هناك صفات يجب أن يتحلى بها، وأهمها الحضور أو الكاريزما أو القبول لدى المتلقي سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون. صح. هذه الصفات يجب أن يتحلى بها من يلتحق بها. هي ليست وظيفة، من يعتقد أنها وظيفة آخر الشهر يأخذ معاش ويمشي هذا خطأ حرام يكون في هذه المؤسسة. لكن للأسف الشديد صارت يعني مع احترامي بين قوسين لا تعليق. طيب إبراهيم أنا بس آسف على مقاطعتك، لكن ودي أتكلم عن أهم المحطات اللي مرت في حياة ماجد الشطي في المجال الإعلامي. شوف، هي محطات كثيرة الحقيقة على مدار أكثر من 48 سنة في خدمة بلدي الحبيب الكويت، ولكن أبرز محطات وأهم محطة هي شرف مرافقتي لصاحب السمو الأمير الراحل أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، منذ أن تولى سدة الحكم وأنا المرافق الإعلامي الخاص له. ثم رافقت الله يطول لي في عمره ويخلي لنا ذخر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيضا لي شرف مرافقة الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. هذه أبرز محطة لي في مجال الإعلام الكويتي. أما المحطات الثانية كثيرة، اختر ما تشاء منها ونقف عندها ثم نعلق عليها. أستاذ ماجد، يعني إذا كنا نتكلم عن الإعلام الحالي في نظركم مقارنة بالإعلام اللي نتكلم عن خمس عقود مرت عليكم، نعم، فالحين الإعلام تأثر كثيرا خصوصا فيما يسميه وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، السوشيال ميديا وتأثر المتلقي مثل ما قلنا نسميه، نعم، بكل، نعم، الشخص يقف وراء هذه الشاشة الصغيرة، نعم. فشنو نقدر نقول تختلاف الإعلام من وقتها للحين؟ شوفي مها، يعني أعود وأرجع مرة اللي قلت بداية كلامي أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة، وعالم اليوم ما عاد في الانتظار لوقت عالم السرعة. الآن إيقاع الحياة تغير، إيقاع الحياة لم يعد كما كان في السابق. زمان كنا نحط كل يوم خميس ليلة الجمعة مثلا في الإذاعة سهرة كاملة، ساعة كاملة لأم كلثوم، السبت عبد الوهاب، الأحد فريد الأطرش، الاثنين فيروز، الثلاثة عبد الحليم، وهكذا. وهناك من ينتظر، وهناك من ينتظر ويتابع. لكن اليوم أصبح العالم هون قرية صغيرة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي التي
تكاد تكون هي الطاغية. يعني أصبحت الآن ترين الأخبار وأنت قاعدة في 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 مخباتك تليفونك الموبايل، ما عاد في ذاك الانتظار، ولا عاد في المشاهد أو المتلقي عند الوقت الكثير اللي قاعد يسمع أغنية نص ساعة أو قصيدة لمدة ساعة. هذا تقريبا شبه تلاشى أو اضمحل. فالآن مواكبة العصر السريع وإيقاع الحياة السريع هو المتطلب والذي يجب أن يتخذه وسائل الإعلام لدى المتلقي. أصبحت الأخبار ما عاد كما كانت في السابق ساعة وأنت تقول أخبار، لا، هي المختصر المفيد تعطيه لمدة ربع ساعة، هذا بالكثير إذا أردت الحقيقة. ولكن بعض القنوات أو بعض المحطات لديها روتين أو قاموس تمشي عليه وهذا متابع، ولكن المشاهد أو المتلقي هو من أذكى ما يمكن ويستطيع أن يميز الغث من السمين، يستطيع أن يميز الإعلام الهابط أو الإعلام الراقي أو المستوى الرسالة التي تصل إليه. إبراهيم، أنا يمكن من خلال كلامك تكلمت عن الوقت، نعم، اختيار الإعلام، نعم. هناك حاليا في إعلام خاص وإعلام حكومي بالعالم ككل، ودائما ما تكون في بعض الأحيان اتهامات بالانحياز إلى جهة معينة عن جهة أخرى. نبي نعرف من خلال خبرتك دور الإعلام في دحض هذه الادعاءات وإثبات حيادية الموضوع. شوف، هو الاتهام مستمر، خليك تكون يعني بهذه الصورة، أن دائما أنت موجه لك النقد. خل نخفف شوية من لغة الاتهام، هو الانتقاد، هو النقد، هذا أنت دائما موجه لك، ليش ما حطوا مثلا البرنامج الفلاني، ليش ما قالوا الخبر الفلاني عن كذا كذا، ليش ما إحنا كجهاز رسمي أنت مقيد بقنوات بخطوط حمراء ومراحل حتى تستطيع. أنا لا أستطيع أن أذيع خبر كجهاز رسمي إلا بعدما أتلقى الموافقة من الجهات العليا، ولكن كجهاز خاص ما يخضع لهذه المقاييس هنا. ولذلك تجد يمكن المتلقي يعتب على الجهاز الرسمي، ليش ما دع الخبر طالع، شوف الإذاعات الثانية والمحطات الثانية خلى الخبر من زمان وإحنا عندنا الحين ما دعوه. ويمكن في بعض الأحيان يكون هذا الخبر اللي يذيع في محطات خاصة يكون خطأ. ممكن، إحنا لا نستطيع أنت كجهاز رسمي أن 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 تأخذ السبق. هي ما لها علاقة بالسبق الصحفي، السبق الصحفي هذا عند القطاع الخاص أو الجهات الغير رسمية أو اللامسؤولة. سبق صحفي يذيع كلمتين هناك كذا كذا حدث، ولكن أنت كجهاز رسمي مستقية. لازم تتأكد 100% وتأخذ الموافقة من السلطات اللي هي بيدها هذه الأمور. فبالتالي تجد الانتقاد موجه للوسائل الإعلام المختلفة، هذا شيء طبيعي يعني، لكن كجهاز رسمي لا، أنت مقيد. أما الجهاز الخاص لا يخضع لهذه المقاييس، نعم. والجهاز الخاص مع أن هناك في ميثاق شرف إعلامي للأسف الشديد لم يتقيد في معظم محطات القطاع الخاص، لأن يقول لك أنا هذا حلالي، كيف في محطتي أذيع اللي أبي وأقول اللي أبي، حتى المفردات الغير لائقة ممكن يستخدمها عنده بجهازه وأنا عندي ممنوع لأن في خطوط حمراء. فأنت قلت مثل ما قلت بداية، أنت المربي، أنت المعلم، أنت كل شيء أنا أنظر لك. فبالتالي لا تعطيني مفردات، خاصة النشء اليوم والشباب اللي هما عماد الأمة، الشباب اللي هم شباب اليوم، رجال الغد وعدة المستقبل اللي تتأمل منهم الدولة أو الدول في بلدانهم لبناء مواصلة بناء هذه الأوطان، فيحتاجون إلى هذه الرعاية، الشباب بالذات، والتوجيه السليم وتقديم لهم أفضل ما يكون حتى يتوجهون وجهة السليمة ويكونون شبابا صالحين في بناء مجتمع. يمكن هذه النصيحة لا توجه فقط للجهاز الإعلامي نفسه، لا. الشخص الإعلامي نفسه، المذيع، نعم. أو المقدم، نعم. أو الشخص اللي يظهر، نعم. على الشاشة، نعم. حتى لو كان في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه، نعم. المفروض رسالته تكون واضحة مثل ما تفضلت حضرتك. بالضبط، يعني هي رسالة، ليش قلت هي رسالة ثقيلة؟
وأمانة وليست وظيفة، وإنما هي رسالة، وعلى من يعمل في هذا المجال أن يتحمل ثقل هذه الرسالة. على طاري هذه الرسالة، نبي إيصال رسالة من قبلك للإعلاميين الشباب أو حتى الناس اللي قاعد تفكر تدخل في المجال الإعلامي. والله شوف، كلمة إعلامي أنا يعني احترامي جزاهم الله خير جامعة الدول العربية اللي يسموني إعلامي، وأنا إعلامي غصب يعني شرف لا أدعيه يعني، وكثر الله خيرهم، ولكن أنا يعني يشرفني ويسعدني أن أكون أنا المذيع ماجد الشطي. فهذه الرسالة أو الهمسة أقول لهم إياك والغرور، اوعى تشوف نفسك أو تشوفين نفسك نجمة ولا نجم وصلت فيه، هو أنجم منك. طالما أنت تعمل في هذا المجال أنت تتعلم، كل يوم تتعلمين معلومة جديدة، وكل يوم نتعلم من المعلومة ثم نعلمها للآخرين. فبالتالي أول شيء أهم شيء هو الغرور، قاتل الله الغرور، فلا تغتر ولا تشوف نفسك أو تشوفين نفسك، دائما تعلمي ثم اقرأي باستمرار، ثم تابعي القنوات والمحطات عبر الفضاء الإعلامي الواسع الكبير، ولمي بمختلف الثقافات الصحية والعلمية والفنية والدينية والثقافة، هذا يجب أنت كل هالمكونات في شيء واحد اسمه المذيع بس، هذا أهم شيء. إنما للأسف الشديد ببعض الأصوات أو المذيعين لا يعلم شيء عنها، حتى عن بلده ما يعرف. طيب ما يبين المتلقي، ما يحس ان يعني مثل ما تفضل المتلقي ومن أذكى ما يمكن بالضبط. المتلقي من أذكى ما يمكن هو الذي يحكم، وأحسن حكم هو المتلقي بالضبط، بس فهو عارف الغث من السمين يعني. أستاذ الكبير أستاذ ماجد الشطي إبراهيم، كل الشكر على وجودك ويانا وتشريفك لنا في برنامج العالم هذا الصباح، وأنا عن نفسي أتشرف بوجودك وأشكرك هذا اللقاء الجميل، وأن كان ودنا أنه يطول لكن الوقت على قولتهم بالكويتي غلق علينا وأزف الوقت. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وإن شاء الله نتعلم منك زود وزود إن شاء الله. شكرا، بس أنا إذا تأذنوا لي أنا في الختام أقول كلمة شكر وتقدير حقيقة لكل من ساندني ووقف معي في جامعة الدول العربية، وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام والأستاذ طارق المزرم ممثل معالي وزير الإعلام الذي أناب عن الوزير في ترأس الوفد الكويتي في جامعة الدول العربية لمؤتمر وزراء الإعلام العرب، والشكر موصول للأخ محمد بن ناجي وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية، والشكر أيضا لزميلنا الأستاذ فيصل المتلقم الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي، والشكر موصول للأخوة في وزارة الخارجية على متابعتهم ومواكبتهم لي حتى وصولي إلى جامعة الدول العربية، فأنا أشكرهم شكرا جزيلا وبارك الله فيهم، وهذا الحقيقة عشم أهل الكويت الوطن الواحد واللحمة الواحدة، نخدم بعض ونشيل بعض خدمة لهذا الوطن وإعلاء راية إن شاء الله. الشكر موصول لك في وجودك ويانا، وإحنا نطمع في أن الفقرة الجاية لو تكرم علينا قالوا لي، فلذلك أنا تقدمها. بس أستأذنكم عشان أقول أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في برنامجكم اليومي العالم هذا الصباح، وننتقل الآن إلى عالم المال والأعمال وجولة في عالم المال والأعمال في أسواق العالم الأوروبية. إلى التقرير وتابعونا وإلى اللقاء.